مع مين اليوم بتتبادل الحب؟ مع الكون كله، وقتها مع الموت، مع بعد الموت، مع اللي قبل الموت، مع الحياة، مع الكلاب، خصوصي مع نبيلة اللي الله عطاني إياها سبحانه وتعالى قبل بسنتين ما ياخد أختي. شفت ربنا شو عادل؟ نبيلة هي الإنسانة الحنونة العيلة اللي الله عطاني إياها قبل بسنتين ما أنا أخسر أختي. يعني أنا كنت خسرت أهلي 8 سنين بعد منهم، خسرت أختي، أختي الوحيدة ما عندي غيرها اللي هي نور عيوني. ما فيني أجيب اسمها من دون ما بدي بلش جعل، أنا دغري بصير ببكي كتير بجعري بالبكي. يعني قبل بسنتين ما تتوفى أختي الوحيدة اللي هي أصغر مني ب 11 سنة، تخيل طفلتي أنا مربيتها على إيدي. الله سبحانه خليني ألتقي بنبيلة بصف ميديتاسيون، بصف تأمل. وأنا لولا نبيلة، على فكرة نبيلة بتعرف أحيان مع الحزن الشديد بتصير تقول راحوا هني وهني أغلى مني، أنا شو قاعد أعمل؟ ما بدك تاخدني، بدي روح لحالي. عرفت كيف؟ فكرت ونبيلة هي رجعتني مرتين بكل هدوء، كأنه ماما اللي عم تحكيني، تقلي أنت بتعرفي أنه أنت في هدف لوجودك، أنت عبرة للآخرين، وأنت لما بتقصي هيدا العبرة هيدا مش حقك، حياتك أنت مش لألك، أنت لكل الناس اللي عم تستفيد من العقل والعلم اللي عطاك إياه. شو الجملة اللي أنت بتقوليها؟ بعد لياها بقول لها أنه بيقول الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بتقلي أوكي، والله بيحبك كتير وإلا ما بتلاقيك كل هالقد ابتلاء.